تلقى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله صباح أمس اتصالا هاتفيا من النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالية بجمهورية السودان الشقيقة الفريق أول محمد حمدان دقلو، اطمأن خلاله على صحة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، متمنيا لحضرة صاحب السمو أمير البلاد رعاه الله دوام الصحة وموفور العافية. وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره له متمنيا له موفور الصحة والعافية.